ناقة هي ماشي 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 جمل، جوج نياق، واحدة منهم عضتها لها لفعة. ولين عضتها اللفعة قام قطع وذن واحدة منهم، ما هي ذيك المعضودة ذيك الأخرى، ووكلها الثانية. سبحان الله. وبرات. مختار. واش فهمت؟ قول لهم منين في هذه كاع، فهمت؟ لا. لا والو. كانوا دو شامل. مسيو افيك دو شامل ياك. وحده الى تي بيكي باغ ان سيربون. يا سي يا سي. إلي 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 با دو سيل إلي با دي بيس هادي، سي سولومون أن بو. إل في بلوغي لي زوازو وصافي هادي. إييه. زعما هادي ما فيها ما يتعاود. اللي بغيت. قول لي شي وحده ثانية قول هادي. أنا شي وحده ثانيه واش نعاود يا ودي خيلا الغوله ما عمرها خرجت عليك يا اختار اه الغوله كاينين كاينين الغوله واش عمرها خرجت عليك عاود ناقص الغوله يا ودي خرجت الغوله ايوا عاودينا هاد القصه ديالها عاود الا خرجت عليك شي غوله قول لينا عاود لينا قصه كمان من الاول انا غادي نعاود لك وحده كيفاش خرجت عليا شفتها انا شفت وحده غوله وكاين داود وحده ما عندهاش جوج لا انا شفتها نعاود لكم انا نعاود لك ديالي بقيت غادي هنا على رجلي في الساقيه حدا في الساقيه تما اييه المقبره في المصرف ولقيت واحد المرأة دايره هكا اللي قاعده هكا قاعده مقرضه هكا هاك وقلت السلام عليكم وانا الله الله واللي خايف انا ولا هادشي كيطول من هنا كيطول كيطول وكيطول كطول دازت النخله ودارت عليا من فوق هكا درتها وبقيت انا لتحت ودارت من عندي من هكا يعني ايوا فكرت غير القران قريت شويه شي كلمات ديال القران الحمد لله وعطيتها للجزرة نفعك الله بالقران ولسان ها قاعد تتابعني كيدير ها لسان جاب الله بعدا وكان حسني كيبيضني هنا اللسان نفعك الله بالقران نقول يا ربي يا ربي سلامتك نفعك الله بالقران دارقيني دارقيني القران نفعك الله بالقران يا شوف انا كاين واحد النوبيه ودي اخي جايين من الفاجه وعندنا البل انا وواحد خويا عمر ياك وغير حنا اثنين ومعانا الله تبارك وتعالى وكاين الخوف شويه في الليل في الليل نقولوا غير من تراب خاليه وخلاص هذا المهم خلينا الخيام في الفاجه حدا الزقورة وجينا صايق لي دربينا على هذا العرق ديال العبيدليه وخرجنا منه لجهه مطبقان واحد الليله سيدي شربنا في واحد البير ديال مطبقان واحد الحاسي تعود تعرفوا عند احد زميلات مطبقان تاع زميلتنا راك عارفهم ولكن الحاسي البير مثل كاي وصدرنا البل تحت لواحد البليده فيها الحار فيها الحاره يلا بحال هاد الوقيته كتيبس الحار وانا سيدي حطينا واحد الدبيشه هذا واحد المقبره بحال هذا بحال الخيام وانت غير ربي عالم والمقبره شوف انت تصور فيها ام حميدان الله يرحمه وحميدان بو الوالده عندنا ام عبد الله يرحمها من انت لا ام حميدان مدفونه فما ام حميدان مدفونه فما ولها ام عدو وحميدان ابو الوالده عندنا عايده ام تدرك عمك حمادي خالي حمادي خالي حمادي خالي واقف المهم يا سيدي حطينا حدا ديك البليده قلنا نقيلوا فيها هذه كاع البلاد ما يبات فيها حد حدا ديك المقبره ولكن ما لقينا الظل غير واحد السديره فما اللي فيها الظل هي كاع مازالت لحد الساعه ديك السديره كاينه كان مشيت معايا واحد بالقرا والله انا عاتل المهم سيدي مشيت انا نروح البل هي البل راتعه قلت خليني قلت لعمر خلي دير انت العشاء خليني واحد خويا دير العشاء خليني انا الخبزه خليني نمشي نجيب خليفات نحلبهم والله ندرس البل مشيت هي البل راتعه قلت انا نجيب غني ويقات نحلبهم الصبح الين ها هو الطفل تلقي لي غير عجل الخبزه وقام تلقي لي بحال هذا لقيت يعطيني خير الدنيا وسلامتها روح السمس ولاه كاع زمان هو كيقعد من العصر ديال العشاء يوجدوا بكري مع ما نقدر نديرو حق المهم يا سيدي الين ها هو السيد جاء قلت له ياك لاباس عمر انت ياك ما عضكش ياك ما خفت لي اللي جيتني هاد لقيتها متلقي لي قال لي والو غير قنط كاع شويه محال ما شتي الله يجيك يلاه لحقنا الدبيشه اللي انا وياه صايق دوك الخليفات بغينا نحلبوهم الصبح بغينا لحقنا الدبيشه بقينا نديرو تاي ها هما ها هو حس شي حاجه تنين شهور شهور ديك المقبره بحال حد مريض شويه ما ديناها فيه انا عمرت تاي هو بقى طيب الخبزه طيب
هذا كيتسنى الليل ويجيكم بالليل. هو هذا الشيء عاد الليل راه راحت الشمس غرب المغرب فات فات المغرب عاد عاد بالليل. المهم كنسمعوا ذاك النينان شويه سيدي عاد كي شي حاجه كتنجر فوق الحدب بحال الا قلت انت كتجر بحال هذاك بحال هذا الموكيط فوق يتجر فوق الحدب فوق الحجر واحد الخطره زاد كي كيمثلك الله غير بغلة ماشي حرتك 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 فوق الحدب فوق مع الحجر واحد شويه قلت له عمر كتسمع هذا الشيء حنا راه هو كيدير بحال الا ما سمع هو انا كندير بحال الا ما سمعت. قلت له واش سمعت هذا الشيء؟ قال لي سمعته. قال قلت له واش عايد؟ قال ودي الله اعلم يعود ما نعرف. قلت له قال لي اش عايد؟ لا ما عاد شي حد بغى يخلعنا. قلت له ما كان حتى حد يعود غير غول هذا ولكن حنا ما نخافش غير من الله بكره زعما باش بنادم مالي العدل الغول غير يشدوا حجارو غير قلت هذيك الغول يشدوا حجارو كيجوا الحجار غير وحده تابعه واحد جوك كيضرب على رقم كيضربنا بالحجار ولكن الحجر يا خويا كطيح ذاك وما كتشوفها راهي الغبره طاحت ولكن ما كتشوفها كتجي تقلب بلاصتها ما كاين والقمر بحال النهار إلينا خويا ما غيضربكم بالقرطاس هذا الاخرين شي بقاوا سيدي معانا هك بالحجار. قلت له يسحان اجمع خبزتك ويلا نقوم. مشينا يا ودي خيل البلاصه اللي خلينا هي مجموعه بحال الغنم اللي جفلان غير قول انت ربي عالم الله الا مجموعه بحال خايفه وبحال الا ما طلص عليها الشتاء اي حتى هي كتخاف من الغوم. ولينا غير لحقنا البل بعده ونعسنا معاها ولا ما تلينا سمعنا شي حاجه يا ودي حتى الصباح جينا هزينا باش نمك البلاصه وهذه هي روايه الغول بعد اللي نشد بي كاين والله الا الحجر كاينين اخويا وعندك السيد كيحضر بحال هاك والقمر بيض كي النهار يا ودي راه ما كان ما تشوف. عندك واحد القصه قال لك السيدي لقيت الخريف الخريف دابا الرحاله كيقربوا للنخل كاينه كيبنوا الخيام دا سميتو هو السقيفات حق نعرف والناس كتختار شي عجزين شي فقوس والله شي حق باش يجمعوا التمر واحد المره كبيره شي بانيه جات وشكتات واحد العجزين هو سكنوا كانوا كاع الناس حداها دايره بها الناس كلها مقرفه حق هذيك المره كيجوا الدراري الصغار تلك الصغار الصباح بكري كيلقطوا لها كاع التمرات عيات ما تبرى فيهم تقول لهم ودي يا ودي ما ديروا كنحط فيها كاع مع الفجر كتلقط داكشي ما لقات هي كتنوض الصباح مسكينه ما تلقى والو ما تلقى كاع والو حق واحد النهار قالت لي خصني ندير شي حل لهاد الطفيله هادي اش ما ندير دخلت وسط العش تعرات ما قعد عليها سلك وشدت شعرها ودارت لها هاك ودارت مع شي بحال شي وجهها والله شي فاخره في امها والله شي شاعله هكا حق وقعدت جات ديك الطفيله باقي بالظليمه عارفه اللي قالت لي خلعت هربت الطفيله مشات لرجعت للدار مرضت الطفيله 15 يوم لا بس جاي لما ماتت بالله هذيك الطفيله بقات نعسه تما الناس كيقطعوا ليها ما كتكلم اش كيقولوا الناس كيقولوا ودي داك العش مسكو راه فيه الغول ديال الغول هذيك المراه الكبيره تكرهنا تكرهنا كيقولوا هذيك راه ساكنه في العش ديال الغول حق هي عارفه دارت المشكل دارت المشكل وما تقول لهم انا هي حق ما تسكت ما تقول لهم انا اللي درت داكشي الا قالت لهم دارت داكشي راه غادي المهم بقاو مع ديك السيده كيقولوا كيقولوها ديك السيده مريضه هذيك هذيك مسكينه ما تلقى حد كيجي كاع داك العش ما تلقى قد يسلم عليها الناس صافي الناس كاع ما تحيدها اللي ساكنه في العش ما يحيدها لها بون وقت الناس كيقولوا هي هي الاصل ديال الغول ماشي واش فهمتي دابا هي عندها علاقه بالغول الله يحفظ المهم